نزور بعينك راعيها شوف العنس لما ترابان ما نطحت إلا راعيها يا عيني 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 لو كان على السلف راكب أول كلامي أنا بذكر الله رفع السماء من فوق علا وبإذنه بسط الأراضي آه عيني على عيني على يا باه عيني على واضح انه في البروجرام ده او في التوليفه اللي حضرتك عاملها السنه دي انت انتقيت حتى من بعض الاعمال او الاغنيات اللي مش بالاساس دينيه وابتهالات وتواشيح بس الكلمه الطيبه فيها تمشي وتتناسق مع الروح والروحانيات. يعني انت اخذت من الصعيدي ولابد من يوم معلوم تترد فيه المظالم أبيض على كل مظلوم أسود على كل ظالم يعني فيها برضو تسليم للخالق طبعاً. أنت ما خليتش التواشيح التقليدية هي حكرة على المجموعة اللي أنت بتقدمها ملحوظة يعني بحيي كل كلمة طيبة شايفها تتماشى مع الأجواء الروحانية.